طب هنا لو يعني برضو أخذنا في قراءة في تفاصيل قراءة في الانتخابات الرئاسية، لا نغفل دور الهيئة الوطنية للانتخابات في هذه الانتخابات المهمة طبعا، وخصوصا أنها أول تجربة للهيئة بعد أن أصدر مجلس النواب الحالي القانون طبقا للدستور. كيف رأيت دور الهيئة الوطنية للانتخابات كأول تجربة لها؟ لا أنا عايز بس أكد على حاجة، أن فعلا يمكن رغم حداثة عمر الهيئة الوطنية للانتخابات انما كان فيها القضاء على فكره تمرسوا في اداره العمليه الانتخابيه من ايام اللجنه العليا للانتخابات. انما الحقيقه ان نجاح الهيئه الوطنيه للانتخابات انها لم تشعرك بان هي موجوده بشكل ملح، رغم ان هو في مثلا مشاكل وفي اجراءات معينه لاداره العمليه الانتخابيه كانوا بيتولوها بامتياز. يعني كنت اتواصل مع عدد من اعضاء الهيئه الوطنيه للانتخابات ليهم، على فكره في ناس منهم كانت بتبات في مقر الهيئه في الشارع القصر العيني في غرفه العمليات. حاسين بحجم المسؤوليه اللي كانت مقاله حجم المسؤوليه هي مش مجرد انتخابات انتخابات وتعدي او انتخابات رئاسيه او انتخابات مجلس نواب، هي كانت انتخابات استثنائيه، وكان الجميع يعلم ان كثير ممن يتربص بمصر عينه على الانتخابات دي على وجه التحديد. اداره اللجنه الهيئه الوطنيه للانتخابات للعمليه الانتخابيه بهذا الحياد وبهذه الشفافيه كان رسالة قوية جدا، بدليل ان بعض منظمات المجتمع المدني سواء الداخلية او الخارجية لما تبعت لم تخرج باي ملحوظة على سير العملية الانتخابية. صحيح. بل اشادت بالشفافية والحياد يعني مثلا عدم الانحياز. طرد عبد الله ديوب رئيس بعثة الاتحاد الافريقي وزير خارجية مال الاسبق اشاد حقيقة بهذه التسهيلات. صحيح. وتحدث عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات في توعية المواطنين. يعني احنا لما شفنا ازاي دكتور صلاح كان بيعملوا مؤتمرات صحفيه ويردوا على الاسئله والاستفسارات ويحاولوا حل المشاكل التي كانت تعوق العمليه الانتخابيه او كانت تظهر في الافق. لا انت كمان كانت العمليه الانتخابيه بتواجه بعض الاشاعات، منها اشاعه انها ستمتد ليوم رابع مثلا هو يوم الخميس. خرج على طول في نفس الساعه المستشار محمود الشريف في مؤتمر صحفي واعلن عدم مد الانتخابات لفتره زياده عن الثلاث ايام، وكان كلامه واضح جدا وقاطع ومنع الطريق قطع الطريق على اي اشاعات قد تضر بالعمليه الانتخابيه. الحاجه الثانيه ان كنت يا استاذ حسين لما تخش اي لجنه انتخابيه هتلاقي القاضي معاه حاجتين، اولا القانون بتاع الهيئه الوطنيه للانتخابات، رقم اتنين كتيب الارشادات والتعليمات. معاهم كل قاضي راح لجنه فرعيه معاه كتيب الارشادات والتعليمات، ايه اللي يحصل في الموقف الفلاني ايه اللي يحصل في الموقف الفلاني. فحتى كان لما بيحصل اختلاف وجهات نظر ما بين مندوبين او مراقبين او كذا كان بيقول لهم الكتيب هو الفيصل. يعني انا عايز اقول لك ان مثلا احد المستشارين تجادلنا في نقطه معينه قال لحظه سياده النائب ادي هوت الكتيب ادي الماده بند رقم واحد بيقول كذا كذا كذا. قلت له انت صحيح رايك صحيح وانا اللي كنت فاهم غلط واعتذرت له وخرجت. فالحقيقه إن, 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 ان هذا التعامل السلس وهذه الاداره المحايده للعمليه الانتخابيه اللي قام بها قضاه الهيئه الوطنيه للانتخابات انا بعتبرها من احد العناصر الرئيسيه لانجاح العمليه الانتخابيه. طب يعني كيف تثمن ايضا يعني عندما قام ديوب واكد في تصريحاته على ان بعثته الافريقيه سوف تطالب عندما تكتب تقرير عن الانتخابات الرئاسيه المصريه ان تعمم التجربه المصريه بداخل القاره الافريقيه، يعني ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني انك امام تجربه منضبطه بصرف النظر عن طبيعه المنافسه، انما امام تجربه منضبطه، تجربه محايده، قضاه لا يعرفون اسماء مرشحين. لا يعرفون انحياز او توجيه او غيره. لا يعرفون الا عدد الاصوات التي توضع في الصناديق. قضاه كان لديهم الحرص الكامل الشديد على التاكد من بعد اليوم الاول من اغلاق الصندوق بشكل جيد وبارقام مسلسله لا يستطيع احد فتحها. بتامين المقر اللجان ومقر التصويت. قضاه كانوا يعني بصراحه كانوا على قدر كبير جدا من تحمل المسؤوليه، على قدر كبير جدا من احترافيه إدارة العملية الانتخابية، اللي هو أنت عارف ما يعني هو لاحق المشكلة قبل ما تحصل. المشكلة ما حصلتش وهو دايما بقواعد الواضحة للجميع بيمنع حدوثها. فدي الحقيقة التجربة بتاعت الهيئة الوطنية للانتخابات أنا أعتقد إن هي يعني تستحق الإشادة، وأعتقد إن هي فعلا زي ما قال رئيس الوفد الأفريقي إن هي تستحق أن تنقل ويستفاد بها في الدول الأفريقية.